احتلت بلدية ملبو الساحلية بولاية بيجاية المرتبة الأولى من حيث أنظف وأجمل بلدية على مستوى إقليم الولاية خلال سنة 2022 في المنافسة التي جرت بين 8 بلديات الساحلية. كان هناك لقد عينت لجنة لكي تقوم بهذا التقييم، وكان ذلك في ماي 2020 لكي تقوم بالمهام التي أسندت إليها من أجل تقييم البلديات من حيث النظافة. وأشرف المجلس الشعبي الولائي ببيجاية على هذه المسابقة بالتنسيق مع المديرية الولائية للبيئة، وعدت المرتبة الأولى لبلدية ملبو التي تحصلت على غلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم، كما عدت المرتبة الثانية إلى بلدية تيشي، وتحصلت بلدية بيجاية على غلاف مالي قدره 200 مليون سنتيم بعدما احتلت المرتبة الثالثة. حصلنا على المرتبة الأولى بريمير إديسيون دو كونكور لا كومي لا بلي بروبر دي ليتورال بالمجهودات اللي قدموها بزاف العمال مع اللي من هنا. دونك انا لي فيليسيت تو دابور اي جي زونكوراج اوسي ا فير ان ترافاي بور لاني استيفال 2023 ان شاء الله نزيدو دوبليو لي فور. راهي من انظف المدن، كان مجهودات كبيره تقوم بها بالرغم من انها عندها نفس الوسائل، لانه بينيفيسي با دان ابور يعني سبيسيفيك، ما عندهاش مداخيل كبيره، ما عندهاش، ولكن عرفت طريق النظافه. الاعتناء بالتنظيف المحيط البيئي والتوسيع هذه المبادرة حتى تشمل باقي بلديات الولاية هو الهدف المنشود الذي يسعى المجلس الشعبي الولائي تحقيقه قبل حلول موسم الاصطياف لسنة 2023.